لقد وردت في سورة الكهف ثلاث قصص غير قصة ذي القرنين، وهذه القصص هي قصة أصحاب الكهف والرقيم، وقصة صاحب الجنتين وصاحبه الفقير المؤمن، وقصة موسى وفتاه، والعبد الصالح والحوت. ولو تتبعنا القصص الأربعة في السورة لوجدنا أن ما يجمع بينها هو هدف واحد، وهو الوقوع أو عدم الوقوع في فتن الشيطان وغواياته. ففي قصة أصحاب الكهف كانت هناك فتنة الدين بين الفتية المؤمنين وأبناء بلدتهم، وفي قصة صاحب الجنتين وصاحبه الفقير المؤمن فتنة المال والاغترار به. أما فتنة عدم الصبر فهي قصة موسى والعبد الصالح. أما في قصة ذي القرنين فإننا نجد فتنة السلطة الغاشمة والفساد في الأرض، وكلها فتن فاعلها واحد، وهو الشيطان ووسوسته. وحين وصل ذو القرنين إلى مغرب الشمس ألهمه الله أنه مالك أمر القوم الذين يسكنون هذه الديار، فإما أن يعذبهم أو يحسن إليهم. فما كان من الملك الصالح إلا أن وضع منهجا في الحكم، فأعلن أنه سيعاقب المعتدين الظالمين في الدنيا، ثم حسابهم على الله يوم القيامة. أما من آمن وعمل صالحا فسيكرمه ويحسن إليه. غداً يتجمع أهل مدينتنا بحضور الملكة المبجلة راعية هذا المعبد لتقديم القرابين لآلهتنا المقدسة. لقد سئمت مشاهد الدم في مثل هذا اليوم من كل عام. إنه يوم تقديم القرابين لآلهتنا، وهو عيد ديني ينتظره الجميع. أرجو أن تعفيني من حضور هذا الاحتفال أيها الكاهن. جلالتك راعية المعبد المقدس وكبيرة كهنته، ولا بد من حضورك. ألا توجد وسيلة أخرى لتقديم القرابين؟ آلهتنا تحب أن ترى الدماء، والشعب أيضاً يستمتع بمشاهد الإثارة والعنف. اتركني الآن أيها الكاهن. أمر مولاتي. تضرعي إلى الآلهة لترضى عنا وتباركنا. سوف أفعل.